حضرتك إذا شفته. السلام عليكم. خلاص اشتريتوا كعك؟ كعك سلامات. جبت لي قياس 46 لابن اخوي. مرحبتين. كيف انت حالك؟ كنت بالدراسات المقدسية. ايش اخذتوا اليوم؟ اليوم اخذنا مع الدكتور عمر اشي حلو كتير. اخذنا عن مهارات البحث العلمي مقالات وانا اللي اعديته. والله؟ لو عارفة كان جيت سمعتك. شرفتينا يا ستودا. شاكرين لك على هالبرنامج. تسلمي حبيبتي. بعدين قريب علينا يعني كثير. تيجي وبتروحي وعن قريب الحمد لله. بدي اوقف هون عشان اشتري دواء. سلامات، يعطيك الف عافيه.